السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حصة في كيفية تثمين المواد العضوية المنزلية في الأشجار المثمرة في الحديقة. أمامنا شجرة برتقال، باش نقوموا بإذن الله بتسميدها على فترات بالمواد بهذه المواد العضوية. الشجرة بصفة عامة، الأشجار المثمرة والخضروات شنو يستحق؟ الحاجيات نتاع النباتات هو مادة الأزوت اللي يقولوا له بالمواد التجارية أمونيتر، مادة البوتاس، الكالسيوم، المغنيسيوم، البخار السفر، والعناصر الصغرى اللي هم الحديد والزنك والنحاس والبورن والمولبدان والمنغنيز. هذوما الكل نلقاوهم في المواد العضوية. المواد العضوية يحتويوا على نسب متفاوتة وعالية من هذه المواد تستحقها الأشجار والخضروات، لكن بعد ما يتم تخميرها بالكامل. الحصة هذه باش نشوفوا كيفاش نقوم بتثمين هذه المواد المنزلية. هنا باش نشوف باش نثبتوا كيفاش باش نقوم بالعملية هذه بطريقة مبسطة، طريقة سهلة جدا، لكن باش نشوفوا المراحل والفترات كيفاش نقوم بها وكيفاش تثمنهم الأشجار. عندنا شوفوا هنا امامنا حاوية قوموا ب ردم الجوانب نتاعها بهذا الشكل، هنا قمنا بوضع هذه الحاوية باش نقوموا بوضع المواد العضوية داخلها. طبعا هنا جبنا الفضلات المنزلية، نقوم بتثبيت التراب حول الحاوية تجنب الروائح لتثبيت هذا الحاوية. نقوم بريها عندما تتعبى، نفس الشيء يجبدوا الحاوية، نقوم بردم المواد العضوية. تلقاو اللي طلبة ولات سهلة، سهلت أربعة اثنين. شوفوا هنا مثال الحفرة هذه تم ردم فيها المواد العضوية منذ ما يقارب أكثر من 3 أشهر، لم يعد شيئا. لاحظوا اللي لم يعد شيئا هنالك، ولاحظوا اللي جذور النبتة عمل هنا جذور صغيرة عمل هنا موجودين، بالتالي الشجرة بدأت تستفاد من التفقق نتاع المواد العضوية هذه وبدون روائح. نريد نشوفوا مكان آخر ربما يكون فيه المواد العضوية في طور آخر أقل. شوفوا هنا عدنا حفرة أخرى، شوفوا المواد العضوية هنا، شوفوا المواد العضوية هنا مثال هذا عنده حوالي شهر ونصف. شوفوا اللي ثم ما زالت بقايا مواد عضوية، مدى نلاحظوا اللي ثم ما زالت قشور بطاطا، ما زالت المواد المستهلكة في المطبخ. انظر كيف هذا باش نقوموا بتسريع التفكك نتاعو، ونقوموا بتهوية، تهوية بالمسحة بالآلة هذه نحيروها، وبين الكائنات التي تساهم في تفكيك على هذه المواد هي النمل، وعندنا حشرات أخرى صغيرة نجم نتعرف عليها إذا ريناها، وخاصة البكتيريات، البكتيريات و نسميهم لي شامبينيون، لي شامبينيون اللي هما الفطريات. مبارك الله فيكم على المتابعة.